السلام عليكم. موقع هيبو ده موقع متخصص في السي ام ام اس اللي هي كمبيوترايزد مينتيننس مانجمنت سيستم. ده عبارة عن ايه؟ ده موقع اونلاين بيكون فيه كل معلومات المبنى، بحيث ان انت لو عملت امر صيانة او عملت امر الفحص حاجة معينة، ممكن يكون فحص دوري يعني مسجل من كل يوم سبت لازم حد يروح يعمل صيانة حاجة معينة كل 6 شهور مثلا، في كتلة غيار المفروض تتغير وهكذا. فأقدر أجي هنا وتبدأ تشوف كل الأدوار، تبدأ تشوف أي دور اللي أنت المفروض تبدأ تشتغل عليه مثلا، بس تبدأ تشوف إيه الأوردر المفروض يتنفذ. ودي مثلا أهو أنت شايف الحاجة هي الـ2D، فبتبدأ تجيب لك الأوردر اللي موجود، تقدر تعمل سيلكت على أي أوردر فيهم وتقول له فيو أنا عايز أبدأ أشوف كل المعلومات، التايب بتاعها اكيوبمنت ولا لوكيشن ولا فيجن، الفايند اكيوبمنت باي فلور بلان ولا الموديل تايب ولا الاسيد اي دي، واتعمل الامر ده امتى ومين اللي عمله، وهو اختصاص ايه فاير سيفتي مثلا، والسب كاتيجوري بتاعه ايه، الستيتس لسه مبدأش ولا الشغل ولا اتعمل له هولد. فزي ما انت شايف تقدر تختار اي دور انت عايزه، فيبدأ يجيب لك الخريطة بتاعته ويجيب لك كل المعلومات الخاصة بيه، تقدر تعمل فلتر من خلال الريسورس بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف بالشكل دوت، او اقدر اشوفها بشكل بياني بالشكل دوت، ايه الحاجات اللي خلصت الحاجات اللي لسه ما خلصتش. تقدر تعمل اوردر جديد، مش تطلب بقى من كنتاكي، لا اوردر يعني هتقول لحد المفروض انه يعمل صيانة مثلا، اللوكيشن بتاعه موجود فين، طب مين اللي هيعمل الحاجات ديت، الايميل بتاعه، رقم التليفون، بتعمل الريكوست دوت ومكتوب التاريخ بتاعه هيبدأ امتى وينتهي امتى ومين الشخص اللي هيعمله، بحيث اقدر اتابع هل فعلا حد عمل الحاجة ديت ولا لأ. الداشبورد ديت يبقى الحاجات الخاصة بيه الأدمين، يبدأ يشوف السكشنز الليفلز كلها موجودة سيكشن مثلا، انا بشوف هون يعني بيلدينج، فلور بلان تقدر تحط صور لكل مبنى فيهم زي ما انت عايز، البارتس